شكرا شباب، شلون صح وياكم على الطيار من قناة بوم بي تراك. اليوم الفيديو على ليكتر تيرور من الليفل 1 الى ليفل 7. راح نبدي بيه طبعا بوست راح اسوي، ونبدي بالتصوير مباشر يعني بعدني ما هاجم، راح نهاجم انا وياكم. نبدي بوست للدامج وبوست للهيلث وبوست للانيرجي، اربع بوستات مرتبة. خلونا نبدي الدكتور تيرور ستيج اول، ما يحتاج بس قصف طبعا. انتهى ستيج واحد، احتاج كريستالات هواي كل يطيني، احتاج تقريبا اربع كريستالات. هاي ستيج واحد خلص وما طالنا اي كريستالة. نبدي ستيج اثنين، هم بس قصف. انتهى ستيج اثنين بس قصف، هم ما بي كريستالة، هم ما بي كريستالة، شيء اللعبة نفس. نرجع الى ستيج ثلاثة، ستيج ثلاثة يحتاج الى سكورجر حتى تنشطه. هسه راح اوزع السكورجر، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. انتهى ستيج ثلاثة، اما بي كريستالة فاشل يعني اليوم بس ستيج ستة وستيج سبعة راح يطيني، هذا الشي كلش مزعج. ستيج اربعة، ستيج اربعة سهل كلش. نشط المنطقة ونتجه لبيت قبل، نحط كريترز هنا. انتهى ستيج اربعة على سلام، ننتقل الى ستيج خمسة. يلا انت الهواي، هذا ستيج خمسة والبيت، هذا البيت ستيج خمسة بشوكات هواي. خلينا نلم الطاقة وننتقل. سهل ننزل واحدة هنا والبقية هنا. طبعا نعيد هاي تنشط البحر ونخلص هاي. هاي قاعدة معي اليوم ماكس، غير تخلص.
هسه راح يخلص ستيج 5 والحمد لله بسهولة. بعد ما مشطنا هاي المنطقة السكوتر في الشي راقي وعالي طوال هذولي قاعد اليوم منه ميت نحس ما شبع النوم قاعدون وصل وصلنا ستيج 6. ستيج 6 كل سهل ما اطبنا منه اطبنا منه نقصف هذين يلا بسرعة استعجلوا المشكلة أنا بس هذني أخلصهم هذني مشكلتي هذني المشكلة إذا خلص استيج 6 بسهولة تجي للبيت بعد ما حد يأثر علينا. حلو هذا ستيج 6 انتهى بسلامة. ستيج 6 راح يعطينا يمكن كريستالة واحدة اهلا بس ما قلت لكم كريستالة واحدة من ستيج 6 وهذا فشي كلش زبارة حشاكم يعني ودي لستيج 7 ستيج 7 كلش سهل نكتب هورايزن تشين خلص هذا جاب منك هذا مشكلة سكورجر ولا تسيطر عليها بالتل بالتل يلا ما بقى شيء بس هنفجر هاي ونتجه لهنا بعدين نرجع نتجه للبيت. لا أعتقد راح تموت عند وحدة معك هاي وحدة راح تموت الحمد لله هم الورامين على مدة من الأحمر كان راحت. خلصنا دكتور تيرور بدون ما نخسر أي دبابة. سكورجر طبعا هاي الوحشية اللي ماتوا بطريقة شي
الحمد لله خلصت دراسة، راح نقوم نصفي الخريطة بعد عمود، ناخذ انتر ونقلكم الى اللقاء في فيديو جديد، واستمتعوا كل فيديوهات ان شاء الله.